هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. المغرب ماروكو الفرحه ديالي هي كلشي من المغرب ربح والله القاسم كنت عارفه ما يربحوا انا بالله واش ماركابيش علينا وكنت عاسب انا يربحوا الحمد لله وديما المغرب حكيمي تبارك الله عليك تبارك الله جوج بيوش جوج بيوش تيبقاو ديما يتعاودوا بحال المشكل ديال باسر تبارك الله عليه الله يحلك تبارك الله هذاك الدري والجديدان تبارك الله عليه ديما المغرب عاش الملك محمد السادس ديما المغرب عاش الملك اخويا عيش سيدنا والدراري اليوم اخويا فرحونا وما نكذبش عليك اللهم بارك ونطيقوا في اللعابه دقه وماتش جاي بغينا الرحيم يا خويا ديما ويداد وبغينا الرحيم خصهم عليه يعاونوا مع المرضي خصهم يعاونوا شويه ديما ويدادي الله خليه مره الرحيم يا خويا بغينا الرحيم الله يخليه لينا وديما خاطر المغرب وعاش المغرب وعيش العديان ولا نعرفوا علاش هذاك الرحيم ما بغاوش يدخلوا علاش بصح اقولي علاش قولي علاش هذاك الرحيمي علاش ما بغاوش يدخلوا لا لعب فهاد الكوب هذا غيبغي حتى يمشي لاوروبا يمشي بزاف ديال الفرق علاش ما بغاوش يلعبوا خاصو يدخل هذا الرحيمي هذا الرحيمي خاصو يدخل يلعب واش هو مكوفن باقي لا خاصو يلعب واخا الكعبي يمشي بحالو الكعبي والله بغينا الرحيمي السيبي ديال الجيش بغيناهم يدخلوا لنا الرحيمي يدخلوا علاش وعلاش واش هذا الرحيمي فيها باك صاحبي كره كلها فيها باك صاحبي بغينا يدخلوا لنا الرحيمي ويدخلوا لنا الشيبي الرحيمي علاش يدخلوا لنا الرحيمي والله يتحشم والله يجي كل شيء فيه اي خدمه فيها باك صاحبي شوف عاش المغرب ومبروك علينا وفرحتونا وشكرا للجوار الرحيمي والوينرز تحياتي للوينرز والويداد وعاش المغرب وديما ويداد خويا حنا غنمشيو اخويا دقه ما غاديش نديرو كيما طرالي في 2017 و2019 نمشيو بماتش بماتش ديما راجل مغرب حنا ما كاين لا ويداد لا والو المغاربه قدموا لي عليهم فرحونا برافو عليهم تقاتلوا ما نكذبش عليك ولكن الماتش الجاي بغينا الرحيمي الله يخلي حكيمي والمايسترو ديال العالم هو حكيم وبوفان اخويا حكيمي المايسترو اللهم بارك اشرف حكيمي تبارك الله دار بو ماتش هو لاعب كبير وكيلعب في نادي عالمي وكنتمناو له غير خير ومسيره موفقه ان شاء الله وبغينا رحيمي يكون في الماتش الجاي ان شاء الله باش يدير حتى هو شي بون ماتش كبير وديماراج معلم هذاك اخويا معلم هذاك هذاك لا كارير ديالو يعني بحال لا قلتي العربي بمبارك ملي تشوف ديك الوقفه ديالو فهمتيني تقول العربي بمبارك والله يكثر من القرانو واعر تكنيكمون واعر ما خش الانسان يبقى يقول لا ما داروش ما هذه ما دار الحمد لله ليكيب ناسيونال ديالنا تبارك الله وصل على النبي راه عندها غير الشباب ها الشباب يلا 18 عام هادو من هنا لواحد عامين وغادي تشوف غادي تشوف في لاكوب دي موند ان شاء الله حتى هي هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه MDGS نربحوا الرياضه